كما يستغرب الكل ذلك، أنا أول المستغربين. طبعا تربطني بسوريا علاقة فكرية وسياسية ونضالية أعتز وأفتخر بها، وأنا آسف أن تكون العروبة هي التي تتعرض للمحاكمة في لبنان، آمل ألا يكون ذلك. على كل حال أنا لا أستطيع استباق الأمور، أنا أريد أن أستمع ما لدى اللجنة وأن أقدم كل ما لدي وأضعه بتصرفها بكل روح مسؤولية، لأن الحقيقة في كشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري هي قضيتنا جميعا. حيدي محمود. لا مش مولك يا بيت. هاي لقانون تحري. هاي شو اللي معاك؟ بدي غيرك بس ما لا خيي لا هاي تحري.